اما هلا هايدي ننتقل لفقرتنا الختاميه لليوم مع العالم الاجمل، عالم الطفوله. رح نحكي عن موضوع كثير بهم هايدي الاهالي اليوم. كثير من الاهالي بيعملوا مقارنات للاسف بين الولد الاول او الثاني او الثالث، هيدا الولد تاخر بالحكي، ايمت بلش ينطق الكلمات الاولى، اخوك كان اشطر منك يمكن باول سنه، اول سنه كان يبلش يحكي يقدر يركب جمله. في فروق فرديه بين الاطفال، ايمت فينا نقول هيدا الطفل تاخر بالكلام او تاخر بالنطق؟ هيدا الموضوع اللي رح نحكي عنه اليوم. صحيح نور، يعني من اسعد اللحظات عند الاهل لما ينطق الطفل اول كلمه يلي من خلالها بتبدا مراحل تطوره ونمو، لكن يمكن يشعر الاهل بحاله من القلق الشديد في حال تاخر طفلهم عن النطق او تاخر في اكتساب اللغه، وهون بيجي دورهم المهم لحتى يعرفوا شو الاسباب وراء تاخر هذا النطق ويحاولوا يدوروا على علاج. نحكي اكثر اليوم عن هذا الموضوع، معنا ضيفتنا اخصائيه في تقويم الكلام واللغه منال احمد السليمة. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيكم، يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. خلينا نحكي بالبدايه، في فروق فرديه بين جميع الاطفال، فكثير من الاهالي بيعملوا مقارنات انه مثلا اخوك قبل منك حكى هيك، بيصير عندهم حاله من القلق او التوتر. فينا نقول ما فينا نقارن اي طفل بالبدايه مع اي طفل اخر، لا لا صحيح طبعا. بس ايمت فينا نقول هيدا الولد نوعا ما تاخر بالكلام؟ يعني بنعرف نحن اول 6 شهور هو ببلش يناغي، على السنة لازم ينطق أول كلمة بابا أو ماما، بعد السنتين لازم يركب جملة مكونة من كلمتين. ايمت بنقول هيدا الموضوع صار مقلق، في عنده مشكلة أو تأخر بالنطق؟ تماما. هلا نحن شو تعريفنا للتأخر اللغوي؟ التأخر اللغوي هو عدم قدرة الطفل على تطوير المهارات اللغوية المناسبة لعمره الزمني. يعني نحن بكل مرحلة من مراحل العمر نحن لازم يكون الطفل عنده عدد من الكلمات. فطبعا في اطفال ممكن يحكوها قبل، وفي اطفال بيتاخروا لمده 3 شهور او 4 شهور، هي نحن ما بنعتبرها تاخر لغوي. بس وقت اللي بتكون المرحله كثير كبيره هون وقتها نحن رح نعتبرها انه هي الطفل متاخر عن عمره الزمني مقارنه مع رفقاته اللي بنفس العمر. طيب خلينا نحكي عن الاسباب، شو السبب انه اليوم بنلاقي طفل عنده تاخر بالنطق وطفل اخر يعني بتلاقيه طليق بالحكي طبعا. شو الاسباب وشو الاعراض اللي ممكن تظهر عندهم؟ الاسباب نحن عندنا مجموعه من الاسباب، ممكن نحن نقص السمع. ممكن الطفل إذا بيعاني من نقص سمع بأي مرحلة من مراحل طفولته رح تسبب له تأخر باللغة. ليش؟ لأنه نحن لحتى يكون عندنا لغة سليمة لازم يكون عندنا 3 شغلات سليمين، اللي هي السمع، القدرات العقلية، وأعضاء النطق. صحيح. ثاني سبب هي القدرات العقلية، وقت اللي بيكون عندي أنا انخفاض بالقدرات العقلية كمان رح يسبب عندي أنا تأخر باللغة. ثالث شيء ممكن التوحد. أطفال التوحد منهم بيكون عندهم غياب كامل للغة وممكن بيصير عندهم تأخر باللغة. عندي العامل الوراثي، وقت اللي بيكون بالعائله الاب الام او عوائلهم التاخر لمرحله معينه، ممكن في عوائل ما يعني اطفال ما بيحكوا لعمر 3 سنين، فهو هذا عامل ممكن يكون سبب بتاخر الطفل عندي باللغه. ممكن العامل البيئي اللي هو انا كثير بحسه هو العامل الاهم أساسي. تماما، لانه البيئه الفقيره باللغه بتخلي الطفل يتاخر باللغه، والبيئه اللي بتكون عندها مثيرات، عندها تجارب، الام اللي بتحاكي البيئه كثير، فينا نقول الغنيه تماما، الغنيه او فينا نقول يعني هي المهيئه لكل تماما العوامل. خلينا نحكي عن هي النقطه بالتحديد، يعني اشرتي لما نقول وراثه وبيئه انهم بيلعبوا دور مع بعض، في ترابط بيناتهم تماما. بس خلينا نحكي البيئه قديش بتلعب دور، يعني البيئه الحاضنه للطفل. احيانا بتلاقي الطفل كثير هادي ما بيحكي لانه ابوه ما بيحكي او امه كثير هاديه، بمرحله الروضه او المدرسه بتشوفيه انطلق، ما فينا نقول تمام تاخر نطق لانه البيئه بتلعب دور. البيئه بتلعب دور وبتنعكس على لغته السليمه او المفردات او عالم المخزون المفردات اللي عنده للطفل تماما. هلا العامل البيئي انا كثير بحسه يعني اهم عامل بكل العوامل. صحيح. لانه البيئه الغنيه مثل ما قلنا هي رح تحفز الطفل، رح يكون عنده تجارب اكثر، رح ينطلق الكلام اكثر، رح يكون عنده مخزون باللغه اكثر. هلا انا كثير نحن بنتجه لانه الام من عمر الشهور لازم تحكي مع ابنها. هلا بتقول لك انه بعمر الشهور هو عم يستوعبني وعم يفهم علي، ايه الطفل بيكون عم يستوعب وعم بخزن تماما، لانه نحن احيانا بنلاقي خلال شهر الطفل صار عنده انفجار لغوي رهيب، انه من وين جاب كل هالكلمات. هو بيكون عم يسمعها على مر الشهور والايام، حتى في اشخاص بيقولوا لك من العمر الجنيني، يعني من وقت الطفل بيكون ببطن امه هو عم يسمع. احيانا مثلا ممكن يتحرك وقت يسمع صوت ابوه او يسمع غنيه معينه او يسمع صوت معين، فهو فعلا بيكون عنده ذاكره سمعيه. نحن بنحفز هذا الشيء من عمر هو بيبي بي يعني جنين، هو بعمر الشهور الاولى وبعدين بالاعمار الثانيه. طيب اليوم يعني بدنا نقول انه الطفل اللغه اللي بيسمعها بيمتلكها،
واليوم الشاشات يعني عم تكون موجوده بين ايدي كل الاطفال، موبايلات، ايباد، اي نوع. هذا الشيء صحيح من الطفوله المبكره ولا ممكن ياثر بعد؟ هلا من العوامل اللي نحن بنسميها عوامل الخطوره انه نترك الطفل قدام الشاشات، الشاشات بانواع ان كان تلفزيون، موبايل، صحيح. ايباد. هلا احيانا عم نشوف امهات عم تترك البيبي عمره 4 شهور قدام شاشه. انت شو عم تقدمي لابنك؟ عم اقدم له صور واغاني؟ ايه البيبي قاعد وساكت وهادي وانا بدي اشتغل، بس انت شو عم تقدمي له؟ نحن عم نقدم له بس مثيرات سمعيه، بس يا هل ترى هو عم يقدر يفهم شو عم يتقدم له؟ لا. بلاقي امهات بتيجي بتقول لي ابني بيحكي بالفصحى. ايه اوكي عم يحكي بعمر صغير بكلمات فصحى، نحن الكبار احيانا ما بنقدر نستخدمها، بس يا هل ترى هو عم يفهم شو عم يحكي؟ اكيد لا، هو بس عم يسمع ويقلد. فلهيك نحن دائما بننصح انه هلا انا ما فيني اقول لك نلغي، بس بعمر قبل السنه يعني عن جد لازم ينلغى. بعد السنه بده يكون باوقات كثير محدده، ويفضل وقت اللي انا بدي اعرض ابني لحتى يمسك موبايل او ايباد. نحن هلا كلياتنا احيانا بنكون مضطرين نلهي الولد بفتره معينه تماما، بس انا بدي اشوف المحتوى اللي الطفل عم يحضره، وبحاول دائما يكون صوتي موجود انه مامي انت شو عم تحضر، مامي شو عم بيقولوا. دائما انا عم ما اشغله، يعني ما اخليه تركيزه تماما 100% مع الموبايل، لا انا دائما لازم اتدخل ولو انه هو قاعد جنبي وانا عم بشتغل، بس كل شوي انه شو قالوا هون، شو حكوا، شو هذا اللون، وين في بالغرفه هذا اللون اللي طلع قبل شوي. فانا دائما لازم يكون في تواصل بشري وما اتركه اسير الشاشات، لانه يعني انت لهيتي ابنك نص ساعه هلا، بس هي النص ساعه او الساعه ممكن تركدي فيها على دكاتره واخصائيين لسنين لحتى تقدري تلحقي ابنك ليتطور تطور طبيعي. طيب خلينا نحكي عن تاخر الكلام او تاخر اللغه، يعني الفرق بيناتهم. نحن بنعرف في فروق فرديه، يعني كيف الطفل بيتعلم النطق، ايمت ببلش، بس لا فينا نفرق اليوم بين هيدا الطفل تاخر باللغه او تاخر بالكلام، نفصلهم شوي نعرفهم شو الفرق بيناتهم. تماما، مثل ما حكينا عن تاخر اللغه هو عدم قدره الطفل على تطوير المهارات اللغويه بالشيء المناسب لعمره الزمني. اما تاخر الكلام هو بيجي بعد اللغه، انا الطفل اكتسب لغه، يعني الطفل اذا انا ورجيته قلم وسالته شو هذا بيعرف انه هذا قلم، اكتسب كلمه قلم اللي هي اللغه. اما الكلام فهو بيكون يعني عرف انه هذا قلم، بس يمكن ما عم يعرف يلفظها بالطريقه الصح، ممكن يقول لي التلم. ممكن يكون عنده سرعه زائده بالكلام، ممكن يكون عنده تأتأة، هدول بنعزيهم لتاخر الكلام. اما اللغه فهي مسميات كل شغله ترمزت بعقله، هذا كرسي، هي طاوله، هذا لون اصفر، هذا لون احمر. تماما. طيب بالنسبه اليوم عم نحكي عن دور الاهل بهذا الموضوع، لما نشوف الاطفال بيحكوا هيك بطريقه دلع زايد، يعني بيصيروا بيشوهوا بالكلام، بنلاحظ قديش المهم اليوم الاهل ينتبهوا لهذا الموضوع، يصلحوا مفاهيم الاطفال، ما يتركون انه هذا الشيء خلص بس انه عم يتدلعوا. تماما. هلا نحن هذا الشيء اللي نحن بنسميه المزاريس او لغه الامهات او لغه الطفوله، نحن كثير بنكون مبسوطين حتى الطفل لما يكبر، يعني كمان بتضل مستمره تمام، لانه نحن بنحفزه، يعني وقت يقول كلمه بالطريقه الغلط كثير نحن بننبسط انه كيف لفظها. فنحن هذا الشيء مقبول لعمر معين. هلا لعمر 3 سنين، هو بعد 3 سنين ابدا مو مقبول، حتى لو الطفل ضل عم مقبول، لانه انت بتكوني عم تضحكي، يعني ابنك بيقول بكلمه فبتضحكي تماما فبينبسط، بعد فتره انت مانك قابلتيه، حتى بياثر على الطفل تماما. يعني انت كنتي قابل قبل هي الكلمه، بعد شوي ليش ما تقبلتيها، فحتى بياثر، يعني انه الاصح يمكن مع بدايه هي الكلمه ان كانت غلط ولا صح يتم تصحيحها من قبل الاهل مع بدايه لفظه، انه قديش فيني انا صحح لها اياها، لانه هي مخزون بيستمر. هلا انا ما بدي صححها بالطريقه انه هلا مثلا كلمه روضه، في اطفال بتقول لك ورده. هلا العمر 3 سنين هي مقبوله، يعني هو عم يعمل عمليات بنسميها نحن عمليات فونولوجيه طبيعيه تخزين، بس وقت يعني انا المهم انا ما اعيدها وراه، يعني انا وقت بدي اقول كلمه روضه ما بدي اقولها بلغته تماما بلغته هو، لازم اقولها باللغه الصح، حتى لو ما قلت له ماما قولها روضه، بس لا خلص بس هو سمع صح، هو طبيعيا رح يصير يحاول يقولها صح. بعد عمر 3 سنين بتصير العمليات الفونولوجيه تقل عند الطفل. فالمهم نحن ما نعيد، ما نشجع، يعني انه مثل ما هو عم يحكي انا اصير احكي، لا انا بحكي بالطريقه الصحيحه فهو رح يكتسبها، لانه اللغه 90% من اللغه هي تقليد. صحيح. طيب بالنسبة لنقص السمع أو السمع اليوم بشكل مغلوط، اليوم الأهالي كيف بيعرفوا يكتشفوا هذا الشيء إنه طفلهم ما عم يسمع؟ هلا لعمر بأي عمر؟ تماما، هلا هي فينا نكتشفه نحن من عمر صغير، لأنه صار عندنا بأغلبية المشافي وأغلبية الأماكن وقت اللي بيصير عندي أنا ولادة، فنحن في فحص هو تيست كثير بسيط إنه هذا الطفل عنده مشكلة أو لا. نحن ما عملنا هذا التيست لعمر السنة، أنا الطفل عم يستجيب للأصوات القوية، يعني مثلا تسكر الباب بطريقة بصوت قوي، الطفل كان نايم، هلفة، انرعب، مثلا حدا عم بينادي او صوت قوي، دار راسه باتجاه هذا الصوت، ممكن انا وقت يصير الطفل يعرف اسمه، انا عم نادي له وما عم يستجيب لاسمه، فانا هون رح شك انه انا الطفل عنده نقص سمع. الالتهابات المتكرره بالاذن بتسبب نقص سمع.
لازم اللجوء للطبيب بهي الحاله طبعًا. استشاره طبيه. احنا هون بنرجع لطبيب الاذن انف حنجره وبيصير في عندنا تخاطيط سمعيه لحتى نحدد انه نحن في نقص سمع وشو هي درجه نقص السمع اللي عند الطفل. طيب خلينا نحكي تاخر الكلام قديش له علاقه بقدرات الطفل يعني ومهارات الطفل وفوارق الفرديه بين الطفل. يعني انا ما فيني اقول كل طفل تاخر بالكلام هو عنده مشكله، لا، في درجات للمهارات عند الطفل، في درجات للذكاء، مشان ما نحمل الطفل طاقة ما بيقدر نحمله إياها. هلأ نحن مثل ما حكينا أنه نحن العامل البيئي بيلعب دور، العامل الوراثي بيلعب دور، والقدرات العقلية بتلعب دور، لأنه اللغة مثل ما بنعرف هي من أعلى المهارات العقلية، يعني بدها عقل سليم. فأنا وقت الطفل عنده يعني مهارات عقلية أو عندنا تخلف عقلي ولو بدرجة بسيطة، هذا الشيء رح يأثر على اللغة. الطفل كمان ببيئة، يعني نحن مثل ما صار معنا وقت اللي صارت الحرب وصارت الكورونا، الأهل كتير يعني صارت العيلة صغيرة، هي أب وأم وطفل، صح، فهنين ما عم بيعرضوا الطفل لأطفال تانيين ليتفاعل معهم، ما عم بيعرضوا لخبرات تانية. تأخر الكلام بيأثر يعني له علاقة بصعوبات التعلم، ممكن يكون في ترابط بيناتهم. مش دائما لا يعني ما فينا نقول انه بيأثروا ببعض، بس هلا الطفل اللي ما قدران يعبر عن احتياجاته ممكن ما رح يقدر يعبر عن كلامه عنه. يعني وقت يكون بالمدرسه ما رح يقدر يعبر انه للمعلم انه هو شو بده او هو شو بيقصد. طيب خلينا نحكي اكثر، شو الكلام يلي لازم هيك الطفل يشكله باول سنتين من عمره حتى نقول انه طبيعي؟ تمام. هلا نحن بعمر الاربع شهور مثل ما بنعرف الطفل ببلش يناغي، نحن هي بنسميها لعب بالحبال الصوتيه. هو احيانا ممكن يقول بابا بابا، فالام بتقولي قال بابا، لا طبعا هو ما قال بابا، هو بس مجرد عم يلعب بحبال الصوتيه. لا هو بيقول ماما قبل. لا بيقول بابا ماما قبل. انا بنتي قالت ماما قبل. هو صوت الب اسهل من صوت الما طبعا، لفظيا اسهل بكثير طبعا. تماما. هلا بعمر السنه طبعا ممكن قبل بثلاث شهور او بعد بثلاث شهور مشان ناخذ الفروق الفرديه، بتظهر عندي اول كلمه بسيطه مقصوده. شو يعني شو بقصد بكلمه مقصوده؟ انه هو شاف بابا فقال بابا، شاف ماما قال ماما، ممكن بده يشرب مي يقول بو، او على الاكل يقول نينه. بعمر السنه لازم يكون عنده هاي الكلمات، خمس ست كلمات بس مقصودين، يعني هو عم بيعبر عن شيء موجود. بعمر السنه ونص لازم يكون عنده تقريبا 20 كلمه. بيقولوا انه بشكل جمله؟ لا، بعمر السنه ونص ما بعد السنتين. بعد السنتين لازم يحكي جمله كلمتين. من كلمتين صحيح. تماما. يعني بدي اكل تفاحه حمراء، بدي روح. بعمر الثلاث سنين لازم يحكي جمل اطول، يعني من اربع او خمس كلمات. صحيح. بعمر الاربع سنين الطفل هون بده يكون قادر يحكي قصه، يسرد لك قصه من خمس او ست جمل. فنحن باي مرحله وصلنا لهالمرحله والطفل مثلا انا بعمر الاربع سنين عم يحكي لي جمله من كلمتين، انا هون لا، الطفل عنده تاخر لغوي. بس في فروق فرديه جميله عند الاطفال، يعني بنلاقي بعض الاطفال بتعبر بالكلام اكثر، في ناس عندهم ذاكره بصريه، ذاكره سمعيه، فبتلاقي في فروق فرديه حتى بتخزين المفردات عند الطفل. بعد الاربع سنين بتنتبهي لانه في طفل مثلا بيعبر بالكلام او بالاصوات اكثر او ببعض الحركات او المفردات، كلياتها بتحسي تكوين متكامله اليوم بعالم لغه الطفل. هون بنرجع للبيئه. هلا البيئه الغنيه مثل ما بنقول نحن بتجاربها، مثلا وقت الطفل عايش بين اشخاص كبار او عم يتعرض لمثلا الطفل اللي بينحط بروضه او حضانه، فهو عم يكتسب مخزون كثير كبير من الكلام. ومثل ما قلت ممكن يعني يصير عندنا نحن لهذا الانفجار اللغوي بعمر الاربع سنين، بتلاقي الولد بس بده يحكي، يعني بده يعبر عن اي شيء، بده يحكي اي شيء بشوفه. يعني ممكن انت توصلي لمرحله انه بس اسكت شوي اذا عندي قدره استوعب. صحيح. طيب اليوم نتيجه الدلال الزايد من الاهل ممكن الطفل هيك يتدلع اكثر، مثلا اذا بده ياكل يتعامل بالطريقه الاشارات الحسيه انه ياشر على تمه، بتصير عادي يعني عند الاهل انه يلبوا له طلباته وهون ما عاد يحكي اكثر. قديش هذا الشيء ممكن ياثر على تاخر النطق عند طبعا الأطفال. احنا مثل ما قلنا بنرجع لدور البيئه. انا وقت اللي عم لبي لكل شيء لابني مجرد ما ياشر، يعني بدون ما يقول لي بدي اشرب او بدي مي، يعني انا عمل لي هيك او راح مثلا في اطفال ممكن تمسك امه وتروح تاشر لها شو بدها. انا هون ماني عم اعزز اللغه، فالطفل يعني هلا دائما الاطفال بتلجا للشيء السهل. انا ليش لحتى اعذب حالي واحكي جمله او كلمتين او جمله من ثلاث اربع كلمات؟ لا، انا باشر شو بدي وكل شيء راح يحضر، فهذا من الاسلوب الخطا. بس مو غلط هون، شو دور الاهل بهذا الموضوع؟ الاهل هون نحن بعمر السنه انا بدي اصير اعرف الطفل عن كل شيء بالبيئه المحيطه فينا. يعني انا كثير بقول للام يعني بدل ما احط ابني انا على الموبايل او على الشاشه، انت فتي على المطبخ تطبخي، فوتي ابنك معك، انت عم تقشري بطاطا، ماما هي بطاطا، هلا بدنا نعمل بطاطا، بدنا ناكل اليوم بطاطا، اليوم على الغداء بدنا نعمل بطاطا. فانا عرفته على اكثر، يعني من كلمه بطاطا اعطيت اكثر من كلمه وصار عنده الطفل اكثر من جمله.
مشكله، حتى لو ما حكاهم نحن بنرجع لموضوع انه هو عم بخزن جانب اجتماعي تماما. انا ممكن اعطيه جاطات معالق، ماما اعطيني المعلقه، ماما اعطيني الشوكه، طبعا الشيء اللي ما راح ياذي الطفل، يعني بنبعد عن الشغلات المؤذيه، بس الشغلات البسيطه اللي ممكن يساعدني فيها. انا هيك ابني عم يلتهي، ما انا قاعد قدام شاشه عم ينأذى منها وعم بكون لغه وعم يكتسب هي المفردات. طيب خلينا نحكي، يمكن كثير من الاهالي ما بيقدروا اليوم ضمن الظروف الصعبه انه يحطوا اولادهم بالروضه، لانه هي مرحله كثير مهمه، بتعلموا للطفل كثير من القصص وبتكون له مخزون كبير من المفردات واللغه. شو المؤشرات لما الام حست فعليا انه اللي حكينا عنه انه ممكن يكون طفله عنده تاخر نطق، شو الاجراءات اللي بتقوم فيه؟ يعني كثير من الناس هلا ما بتعرف شو بدها تشتغل او شو بدها تعمل، اذا هي بدها تعلمه او تروح تستشير اخصائي لتقدر تتدارك المشكله من البدايه. لا، بدايه نحن بننصح دائما انه نحن نستشير اختصاصي تقويم الكلام واللغه. نرجع لفحص السمع لنحدد المشكله وين. انه نحن عندنا نقص سمع، نحن عندنا عامل وراثي، نحن بس عندنا بيئه فقيره. وقت اللي بنحدد نحن بنبلش بقى نشتغل معه. نحن بنعمل تقييم للطفل لاي مرحله هو واصل بالكلام. مثلا هو عنده جمله بس او كلمه، نحن وقتها بدنا نعزز انه تصير نحكيها جمله من كلمتين. هو عنده جمله من كلمتين، بدنا نعزز، بدنا نطول الجمله. نحن بنلجا لانه اذا الطفل كثير بيقعد قدام الموبايل نحن هون بدنا نقلل. بدنا نلجا لانه ماما كثير حكي مع ابنك، ماما لا تعطي الشيء بدون ما يطلب. فهي هي يعني الشغلات اللي نحن بنطلبها من الاهل، بالاضافه لجلسات تقويم الكلام واللغه اللي بيشوف بقى الاخصائي هون شو لازم يشتغل مع الطفل على اي اساس. صحيح. طيب اليوم الولد بعمر السنتين ما عم يحكي بالمره، هون شو دور الاهل بهذا الموضوع؟ شو لازم يتصرفوا؟ هلا بنرجع لحسب العامل او المسبب، اول شيء حددنا نحن شو السبب، بنبلش علاج. شو العلاج ممكن البدائي؟ هلا اذا عندي انا نقص سمع، اكتشفت انه الطفل عنده نقص سمع، فانا هون بدي استخدم معينه سمعيه تفيد الطفل. ممكن انا اركب حسب نقص درجه نقص السمع، ممكن احط السماعات المناسبه للطفل اللي بتعطيه الدرجه المنيحه له من السمع. او طبعا بس حط المعينه السمعيه كمان رح نبلش بنحن تاهيل، لانه بيكون يعني في درجه معينه نحن بدنا نبلش انه الطفل وين بلش، انه وين واقف عند كلمه او ما عم يسمع كان ابدا. فانت هون بدك تبلشي من الصفر مع الطفل، اذا هو ما كان عم يسمع بالسنتين كلهم ما عنده اي مخزون. لازم يبلشوا من الصفر. تماما. طيب خلينا نحكي مؤشر تاخر الكلام، يعني ذكرنا خلال حديثنا انه ممكن يعطي مؤشر انه الطفل يكون عنده طيف توحد، باي مرحله ممكن تكتشف الام؟ لانه دائما الاكتشاف عم يكون بمراحل مش اول سنتين، يعني بمراحل نوعا ما بعد السنتين، لانه دائما بنقول هيدا الطفل مش يعني كثير حرك او مش كثير نشيط او حسب البيئه المحيطه. تاخر الكلام او النطق المؤشر انه ممكن الطفل يكون عنده طيف توحد؟ هلا هو من علامات التوحد انه الطفل ما يكون عنده لغه. بس مو كل طفل ما عنده لغه هو تماما التوحد. تماما. لا، الطفل من علامات التوحد انه يكون انا ما عندي لغه، انه الطفل تاخر باللغه، بس نحن ما بنشخص التوحد لعمر 3 سنين. تمام. في مجموعه من العوامل ممكن الطفل ما بينام. لهيك سالتك، لانه هو المؤشر بعد 3 سنوات، فبيكون في مرحله، يعني في مرحله زمنيه مرقت. هلا في مؤشرات للتوحد تظهر يعني قبل 3 سنين، بس نحن الفيصل بالموضوع هو اللي عمر 3 سنين لحتى نشخص الطفل انه هو توحد او لا. بس اكيد اذا هو ما عنده لغه لصار عمره 3 سنين، بس هذا العامل لغه يعني بنقول ما في لغه بتاتا، ولا ممكن يكون في بعض الكلمات؟ هلا في عنا اطفال توحد ما عندهم لغه ابدا، في اطفال لا بيكون عندهم لغه بس هي بسيطه مع جدا. المؤشرات الثانيه لطيف التوحد. طيب خلينا هيك نركز لسه اكثر على دور البيئه المحيطه، على وجود الاسره الداعمه دائما لاطفالهم. بتشوفي اطفال بعمر 3 سنين بيحكوا بطلاقه، بيحكوا مخارج حروف صحيحه جدا، بيعبروا عن الشيء اللي بدهم اياه بطريقه جيده، قديش اليوم هذا الشيء بيلعب دور؟ بحفز الاطفال كمان. هلا الاهل هن العامل الاساسي ان كان ايجابا او سلبا. ايجابا وقت اللي انا حاطه الطفل مثل ما قلنا نحن بعدناه عن الاجهزه، انا ام عم بحكي معه، انا ام يعني عم بعطيه تجارب، معززته. صح. وقت اللي بيحكي الطفل عم عززه. في امهات كثير انه انا هلا ماني فاضي اسمعك. تماما. يعني ما بترضى تسمعه حتى، يعني هو الطفل يعني له تاثير يعني تماما صحيح. يعني انا مجرد انه مره مرتين سكتت الطفل وانا ما بدي اسمعك، او هلا مو وقتك تحكي، او هلا الكبار عم يحكوا انت سكوت ما دخلك، فالطفل يعني مره مرتين ثلاثه هو لحاله ما بقى بده يحكي، يعني ببعد، بصير انا ليش لعبر عن حالي اذا ما حدا بده يسمع؟ ما حدا عم يسمع. تماما. خصوصا اذا ما كان في مربي او حدا عم مسؤول عنه. فالعائله هي الرقم واحد بالموضوع، ان كانت رح تعزز الطفل ايجابا انه يحكي او رح تكون من اسباب اعاقه الطفل بالكلام. اكيد. بالختام بدنا نشكرك على كل المعلومات اللي حكينا عنها وعن النصائح اللي حكينا عنها. شكرا لحضرتك. شكرا كثير لك.